والآن مع فصول من قصيدة البردة للإمام القصيري تقدمها لنا فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أبو الحسن عبد الفتاح الأمير فليتفضل مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من أعظم ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام شرف الدين محمد بن سعيد البصري من أهل مصر. قصة هذه القصيدة أن البصري قد مرض مرضا عضالا، يقال هذا المرض هو شلل تام، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فألقى عليه بردته. ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته على الإمام البصري، فاستيقظ البصري كأن لم يكن به شيء، فأنشد هذه الكلمات الطيبة وأسماها البردة نسبة إلى بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألقاها عليه في منامه فبرأ بها. لذلك تسمى البردة أيضا بردة البصيري، تسمى بالبرأة من البر، من أنه برئ أي شفي، فهي شفاء. هذا الكتاب هو خير ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير ما مدح به وأفضل ما مدح به، جمع به فصول حياته كلها صلى الله عليه وسلم. ومن كلماته نقصها على حضراتكم سريعا في بدايته: أمن تذكر جيران بذي سلم. بذي سلم أي مكان، إذا تذكرت جيرانا بمكان يقال له ذي سلم، مزجت دمعا جرى من نقلتي بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إبر، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفر يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على قلم، ولا أرقت لذكر البان والعلم. هكذا بدأ البصري قصيدته، كما تعود العرب أن يبدأوا قصائدهم بالغزل والمحبة. الإمام البصري كلما ذكر لرسول الله حادثة في أحواله وضعها في فصل، ذكر جهاده، ذكر أحبابه، ذكر مولده، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، أي أظهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة هذا القادم إلى الدنيا، يا طيب مبتدأ، أي ما أطيب بداياته وما أطيب خاتمته صلى الله عليه وسلم، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنزلوا بحلول البؤس والنقم، أي في ذلك اليوم تفرس الفرس من علم الفراسة، قد أنزلوا بحلول البؤس والنقم، أي سيأتي عليهم بؤس، سيزول ملكهم على يد هذا القادم إلى الدنيا. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشأن إيوان كسرى، كشأن أصحاب كسرى غير ملتئمين، أي أصبح
أصبح إيوان قصر كسرى يهتز بزات عنيفة حتى تساقطت شرفاته المبنية. تسقط شرفات قصر كسرى في هذا اليوم. لماذا؟ لأنه أخبر الأقوام الكهان من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لن يقوم. أي هذا الدين الذي تقيمون عليه وهو عبادة الله لن يدوم بعد الآن بعد هذا المولود القادم إلى الدنيا. هكذا وساء ساوة أن غابت بحيرتها، منطقة يقال لها ساوة، لم تختفي الماء منها أبدا، لم يختفي ماء البحيرة أبدا، ولكن في هذا اليوم جفت البحيرة. وساء ساوة أن غابت بحيرتها ورد واردها بالغير يحين غني، أي من أراد أن يأتي إلى الماء ليأخذ ويشرب رد خائبا لأنه قد وجد الماء قد جف عن هؤلاء عبدة الله، كأن الله يخبرهم بأمر جلل. هذه البردة أيها الأحبة ذكر فيها كل ما يخص رسول الله، كأنها سيرته في كلمات منقسمة تدريجية، حتى جهاد النفس، حتى جهاد النفس ذكر له باب فيها. فما أعظمها من كلمات أيها الأحبة، يقول فيها أيضا: ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر، ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر، وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر، وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر، كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر، أهل عباءته صلى الله عليه وسلم، من أدخلهم في عباءته وقال هؤلاء أهل بيتي. فاطمة وأولاد فاطمة أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. وذكر فيها أيضا الرضا عن بقية العشرة المبشرين بالجنة، وذكرهم سعيد ابن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة الغرر. بعد أن ذكر الأربعة الراشدين ذكر الستة تكملة المبشرين بالجنة من العشرة. ألا ترى أنها كلمات جمعت الدين كله؟ فيا حسرة من لم يعي هذه الكلمات. أقص على حضراتكم سريعا، هذا الكتاب خير ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعلم أن علماء من لم يتعلموا البلاغة ينقضون هذه القصيدة ويقولون بأن بها أبيات كفر فلا يجب أن تتلوها؟ هذا موجود على الإنترنت، فمن أراد أن يطلع عليه فلينظر كيف أخطأ علماء الأجلاء نحسبهم على خير، ولا نزكي على الله أحد في فهم أبيات ناصعة البياض. انظر إلى الأبيات التي بسببها حرموا قراءة البردة وقالوا بها شرك وأن صاحبها قد أشرك. يا رسول الله ما لي سواك ألوذ به عند حلول الحادث العملي إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا ذلة القدم. أترى في هذا شيء؟ أليست هذه هي الشفاعة التي يعلمها أطفالنا أبناء المرحلة الإعدادية؟ يقول كبار علماؤهم، ولا نريد ذكر أسماء حتى لا نسيء إلى أحد، موجود على الإنترنت، تكلم نقد البردة، بردة البصير، ستقرأ هذا الكلام. الكلمات
عن الشفاعة. انظر ماذا قال من يهاجم هذه القصيدة عن هذا البيت، يقول انظر عندما يأتي له حادث لا يلوز بالله وإنما يلوز برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك بين. هل قال الرجل عند حلول حادث ما لي سواك يا رسول الله ألوز به عند حلول حادث من الحوادث، أم قال عند حلول الحادث العملي، أي حدد حادثا بعينه العملي، أي الذي يعم الخلائق كلها منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. أي حادث عرفناه في ديننا سيعم الخلائق كلها هو يوم الحشر يوم القيامة. ألم يقل رسول الله أن الناس سيلجؤون إلى آدم فيخشى على نفسه لأنه عصى ربه وأكل من الشجرة؟ أولم يخبرنا أنهم سيلجؤون إلى نوح ويقول أخشى على نفسي لأنه دعا على قومه، وهكذا إلى أن يلجأوا إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقول يا رب أمتي أمتي. أوليس الخلائق كلها ستلوز برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لفهم ضئيل. انظر إلى بيت آخر ينقضونه عليه من هذه الأبيات الطاهرة المباركة كالبيت السابق الذي هو ظاهر في المعنى يتعلمه أطفالنا، فكيف يخطئ فيه علماء كبار؟ المشكلة أخطأ عالم وخطأ العالم لا يقلل من منزلته، ولكن المشكلة أن له أتباع متعصبون لخطئه بدلا من أن يبحثوا عن الصحيح وعن تحقيق العلم باللغة ومعاني الألفاظ. يقول البيت الذي ينقضونه أيضا ويقولون بأنه الشرك بالله، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجانها تجمل. انظر من تكن برسول الله نصرته، أي من ينتصر برسول الله إن لقته الأسود في آجانها، أي في مرابطها أي أماكنها غاباتها، إن وجدته الأسود تجمل. الهجوم هو الخوف الشديد، الأسود تخاف من تكن برسول الله نصرته. يقول لك مهاجما انظر، يقول تكن برسول الله نصرته، ولم يقل تكن بالله نصرته. أين البلاغة أيها الأحبة؟ برسول الله هنا معناها بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جاء به رسول الله. البلاغة هي علم الكلم الموجز، اللفظ، ضيق اللفظ واتساع المعنى، هذا هو علم البلاغة. أن يكون اللفظ قليلا ومعناه كبيرا، أن يكون اللفظ في أحيانا ظاهرا بغير معناه الباطن. من تكن برسول الله أي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا البلاغة يحذف ويأتي. إذا تعلمها أحدنا فكيف ينكر؟ أولا يعلمون البلاغة هكذا. وانظروا أيضا إلى ما نقضوه في القصيدة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يهاجمون فيقولون انظر، يقول بأن رسول الله من جوده الدنيا، أي جاد علينا بالدنيا وضرتها أي الآخرة، جاد علينا بالدنيا والآخرة، فيقول من الذي يجود؟ الله أم رسول الله؟ يجب أن يقول أن الله هو الذي جاد وليس رسول الله. أولم يقل الله عنه أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ من هو المخرج من الظلمات إلى النور في الكلمات؟ يصف الله بأن رسوله هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لماذا؟ بما جاء به، بما جاء به. الكلمات هنا كلمات بلاغة، الرزاق هو الله، ومع ذلك رسول الله يخبرنا إذا جاء وحضر القسمة بعض الفقراء فارزقوهم، ارزقوهم أي الرزق عطاء، الرزاق هو الله، والذي يعطي أيضا يسمى قد رزق. المعاني أيها الأحبة معاني البلاغة. ثم يقول ومن علومك علم اللوح والقلم،
يقولون محاكمين. انظر يقول أن من بعض علم رسول الله علم اللوح والقلم الذي لا يكون إلا لله. أوليست هذه أيضا بلاغة؟ بلاغة علم اللوح والقلم، أي أن من علم رسول الله المعنى من بعض ما في اللوح والقلم وليس كل ما في اللوح والقلم. هنا تعبير بالكل ولكن يقصد الجزء، هذه هي البلاغة. والجزء هذا هو الذي أرسله الله إليه بوحي من بوحي عن طريق الأمين جبريل، أو لم يعلمه أنباء لا يعلمها إلا الله عن طريق الوحي وعن طريق أن يلقي في روعه. أيها الأحبة، في البلاغة أحيانا تتكلم تقصد الجزء وتتكلم عن الكل، وأحيانا تتحدث عن الكل وتقصد الجزء، كمثل ماذا أيها الأحبة؟ الله سبحانه علمنا هذا في كتابه، القرآن كله بلاغة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر إلى الآية ماذا تقول، الذين قال لهم الناس. الناس هنا معرفة بألف ولام، أي معناها الظاهري أن الناس أي كل الناس. هل كل الناس أخبروا في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة خرج رسول الله ومن معه عندما أخبره بعض الناس أن أهل مكة سيرجعون إليهم مرة أخرى ليقضوا عليهم تماما؟ فقال رسول الله من كان معنا في المعركة فليخرج، فخرجوا بدمائهم وجروحهم وانتظروا في مكان يقال له حمراء الأسد 3 أيام ولم يأتي أهل مكة، فرجعوا بفضل من الله لم يمسسهم سوء. الذين قال لهم الناس، بعض من الناس أتي من مكة قالوا، أي ذكر الناس ولكنه يقصد بعض من الناس. قال لهم الناس إن الناس أي أهل مكة، هل أهل مكة هم كل الناس في الأرض أم أنهم بعض من الناس؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هكذا البلاغة أيها الأحبة، يخاطب برفض كل ولكنه يقصد الجزء، كمثل أن أقول أو يقول واحد لصاحبه وهو يحمل حملا ثقيلا هات يدك معنا، هل يقصد يده أم يقصده كله؟ هل سيعطيه يده وينصرف أم يكون معه بكل قوته؟ هذه هي البلاغة التي أنكرها من اتهموا الإمام البصيري ويريدون أن يسقطوا بردته ويقولون لأتباعهم لا تقرأوا البردة فإن فيها أبيات شرك بالله. نقول لهم تعلموا البلاغة أولا يا إخواننا، ارجعوا إلى اللغة العربية وإلى بلاغة اللغة العربية ومعاني الألفاظ، ستجد أن كل ما قاله الإمام البصيري حق. هو ذكر حياة رسول الله كلها ولم يتحدث إلا بلغة تامة. أنتم من أنقصتم العلم، لذلك يقول علماؤنا من قل علمه كسر اعتراضه، من قل علمه كسر اعتراضه. ترى الذي لا يعلم في مسألة إلا رأيا واحدا من المذاهب، أحدهم يوما في صلاة العيد وهو إمام صلى في بلدته بثلاث تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، فقام الناس عليه وهاجوا، وأنت لا تعلم شيئا في دين الله، أنت كذا أنت كذا. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا المذهب الذي يقول بأنه يجوز أن تصلي بثلاث تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، تعودوا فقط أن يصلوا بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. لما وجدوا مذهبا مخالفا اعترضوا عليه. هكذا هؤلاء لم يكملوا العلم وتلقوه شفاهة واحدا عن واحد، ليس علما مؤسسيا كما هو في الأزهر الشريف. ألا ترى معي أن الأزهر الشريف يسقط على طلابه باللغة العربية؟ لماذا؟ لأنها هي مفتاح العلم. ألا ترى معي نبوغ فضيلة عالمنا الجليل فضيلة الشيخ الشعراوي في فهم آيات الله وما خفي منها ويأتي بما لم يأتي به غيره؟ لماذا؟ لأنه فهم مفاتيح اللغة العربية وكان أستاذا في اللغة العربية، تخصصه في اللغة العربية. هكذا أيها الأخ الكريم،
اللغة والبلاغة هي مفتاح العلم كله. فما أعظمها من قصيدة، فما أعظمها من قصيدة، حتى لا نطيل على حضراتكم أيها الأحبة. هكذا كلها كلمات طيبة اختصرناها في بعض هذه الكلمات، مع أن أستاذنا بارك الله فيه فضيلة الدكتور عبد الرازق أشار على أبيات معينة، خشينا أن نطيل على حضراتكم فاختصرنا هذه الكلمات. فمن أراد أن يعرف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بقراءة هذا الكتاب، وهو موجود على الإنترنت، أفضل ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتبنا من أحباب حبيبك، اللهم اكتبنا من أحباب حبيبك، اللهم اجعل جمعنا هذا في ميزان حسناتنا محبة لحبيبك. اللهم إنا نشهدك بأننا نحبك ونحب حبيبك ونحب آل بيت حبيبك محبة نرجوك يا رب بها أن تخرجنا من ظلمات قلوبنا، من ظلمات قلوبنا إلى نور إيمانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم العارفين بك، نسألك علم العارفين بك، نسألك أن تجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وإن غابت عنا لا تجعلنا نتألم لها. اللهم أنت وكيلنا في الأمور كلها، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ أبو الحسن الأمير، وفيه وفي أمثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وهكذا نواجه الشائعة ونواجه الخرافات ونواجه الخروج عن الدين بالعلم.